ألو، كيف أستطيع مساعدتك؟ هل تعطلت سيارة السباق؟ يجب إصلاحها. سأحضر حالاً مع شاحنة جر لنقلها إلى المرآب. تعالوا يا أطفال، هيا بنا. صباح الخير يا أطفال، أنا بيبو. مرحباً بكم في المرآب، حيث تصلح جميع أنواع العربات. اليوم يجب علينا إصلاح سيارة السباق. لنذهب. المرحلة الأولى، الغسل. الآن بما أنها غسلت، علينا أن نجففها. المرحلة الثانية، استبدال العجلات. لنبدأ بإزالة العجلات القديمة. العجلات الزرقاء ستكون مثالية. لنضع عجلة من الخلف وواحدة من الأمام. رائع! فلننتقل للتالي. لنضف الآن قطعاً جديدة. لنبدأ بمحرك النفاذ من الخلف. لحماية السيارة نضيف مصداً من الأمام. ولكي ننهي زعنفة على السطح. رائع! نضيف بعد ذلك ضاغطاً. رائع! فلننتقل للتالي. الآن، ما رأيكم يا أطفال؟ أن ندهن سيارة السباق. هيا بنا بالأزرق وبالأحمر. إنها أفضل بكثير. القطعة الأهم، جناح من الخلف.
ستسير السيارة بسرعة كبيرة هكذا. مدهش! أصلحت سيارة السباق! إنها مستعدة لخوض السباقات بسرعة! هيا! لنشجعها! أوه! سيبدأ السباق الآن! 3 2 1 انطلق! واو! إنها تسير بسرعة كبيرة! هذا شيء رائع! لقد ربحنا! تم إنجاز المهمة! إلى اللقاء في مغامرات جديدة! اشترك معنا!